وضحتها لك. طب تعالى اقول لك حاجه جديده ليها علاقه بايه؟ بمحمد الشناوي. في اختلاف على محمد الشناوي؟ مفيش اختلاف. طب هل حصل اي قعده مع محمد الشناوي لتجديد او تعديل العقد؟ لا ما حصلش. البعض طلع وقال ان الشناوي طلب من الاهلي طلبات فوق سقف النادي الاهلي، ده كلام لم يحدث بالمره وافتراء. انا اجيب لك من الاخر، افتراء. الشناوي لا طلب اصلا اي نوع من انواع الطلبات، ولا الطلبات كانت موجوده اصلا عشان في حاجه فوق سقف النادي الاهلي، ولا اصلا حصل اي قعده مع الشناوي حتى هذه اللحظه. اللاعب لسه راجع من العمليه اللي عملها في المانيا بعد الاصابه للاسف مع منتخب، كلام من ده. امتى يتقعد مع الشناوي عشان موضوع التعديل او التمديد؟ ده مش دلوقتي، لسه شويه. التجديدات بشكل عام هتكون بعد ماتش مدياما الغاني بشكل عام طبقا للمعلومه اللي عندنا. لكن اي حد يقول لك اصل الشناوي واشترط على الاهلي وطلب طلبات فوق سقف الاهلي، قول له لا انت غلطان، كان مش حقيقي. انا هنا بقول لك معلومه مؤكده، مش بحب اقعد استنتج او اقرا المشهد واقول لك وانا ونصيبي وانا وحظي، لا. اروح للمصدر واجيب لك المعلومه. فده بخصوص كمان موضوع ايه؟ موضوع الشناوي. عبد المنعم طبعا فيه اهتمام كبير جدا بتعديل عقد عبد المنعم، بس كل شيء في وقته. بس الاهلي مش قلقان، لسه عقد عبد المنعم ممتد مع الفريق، اعتقد لسه ناقص سنه ونص او اتنين ونص يعني. طب تعالى في شق الاصابات قبل ما اجي لك في ملف مهم جدا ليه علاقه بالاداره نفسها. الاصابات اليو ديانج، ايه بقى القصه في اليو ديانج؟ هقول لك حاجه تقريبا ما اعتقدش حد قالها قبل كده، ليها علاقة بتشخيص إصابة اللاعب بأدق التفاصيل. قلنا لحضراتكم إن ديانج أول إمبارح تعرض لكدمة أسفل الركبة. وقلنا إن الإصابة خفيفة. اتعمل أشعة والدنيا تمام. فاتعمل كشف تاني. كل ده لتحديد شيء واحد. وهي دي المفاجأة اللي هقولها لحضرتك دلوقتي. ديانج بقى له سنة عنده غضروف في الركبة ومش بيلعب سليم 100%. انا بقول لك معلومه، وده ظالم ديانج جدا، لان مستواه على مدار السنه دي ما كانش افضل حاجه. ولما الجراحه ما اتعملتش لديانج كان بسبب الاحتياج الفني للاعب من قبل الجهاز. ده كان قرار الجهاز، لا اللاعب احنا دلوقتي محتاجينه، احنا في مراحل مهمه، احنا كذا 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 كذا. فالغضروف يا جماعه عادي ممكن حد يلعب عليه بالمناسبه، عكس الصليبي ما ينفعش اصلا. وهو لعب سنه اهو وهو عنده الغضروف. خصوصا ان ما شاء الله لا قوه الا بالله، ديانج من نوعيه اللعيبه اللي عندهم كتله عضليه جيده جدا. ما شاء الله يعني. فبالتالي قدر انه يلعب، بس ما قدملكش المردود اللي انت عارفه على ديانج او عن ديانج. فتلاقي كان في بعض الانتقادات على مدار السنه اللي فاتت دي كلها لديانج، انت فين مساعد ديانج بتراوي يا سيدي، لو جه عقد باعوه، لو جه مش عارف ايه، فاللاعب اتظلم. طب اديك الاكتر من كده، ديانج ساعات وهو بيمشي، مش وهو بيجري، وهو بيمشي ركبه بتعلق. التعليقه دي الدكاتره اعتقد هيبقوا عارفينها، او اللي جالهم غضروف قبل كده وصليبي يبقوا عارفينها كويس قوي. انا عشان جربت الموضوع فعارفها كويس. التعليقه دي بتضايق، يعني بتخلي يعني بتضايق طبيعي، انت مش سليم 100%، تقدر تلعب بس مش هتبقى براحتك، مش بالراحه، بالاريحيه بتاعتك. ففي قلق شويه عند اللاعب. بالتالي ديانج خارج بعثه النادي الاهلي المسافره للجزائر، هيكمل هنا مع بعض اعضاء الجهاز الطبي لبرنامج في انتظار تحديد القرار النهائي بخصوص ان يعمل جراحه او ما يعملش. يعمل جراحه ولا ما يعملش؟ الافضل ان هو يعمل جراحه، والجراحه بالمناسبه بسيطه، هو استئصال جزء من الغضروف والقصه خلصت. تستنى على اللاعب مش عارف، اعتقد شهر على اقصى تقدير، يعني يا رب اكون بقول صح، دكاترتنا هم اللي يقولوا لنا يعني، بس اعتقد كده شهر على اقصى تقدير يكون جاهز معاك، بس هيكون سليم 100%. فده الموقف النهائي لديانج بخصوص حقيقه الاصابه بالظبط، هو عنده غضروف في الركب. الكدمه الاخيره دي بقى اللي خلت خلاص الدنيا ايه؟ يعني هو فعلا هتعرض لكدمه يعني اسفل الركب، بس هي ايه اللي خلت بقى بعد الاشعه بعد خلاص ان تقريبا كده خلاص الاتجاه رايح ناحيه ان الجراحه تتعمل ونخلص،
والقصه تمشي في الاطار الطبيعي عشان كل لاعب متاح بالنسبه لك تقدر تستخدمه وانت مش قلقان واللاعب نفسه ما يكونش قلقان. ده موقف ايه ديانج. طيب قصه بيرسي تاو. بيرسي تاو قلنا لحضراتكم ان هو عنده اجهاد عام ووضحنا حقيقه الاصابه. طيب لما جه النهارده بيرسي تاو كان راجع امبارح القاهره، النهارده كان موجود في النادي، اتعمل له يعني ايه فحص طبي شامل واتعملت له اشعه على العضله الخلفيه لان هو اشتكى من بعض الالام في العضله الخلفيه وعنده اجهاد عام. تمام عنده اجهاد عام، بس بيقول لهم يا جماعه بس عندي حاسس بشويه قلق كده من العضله الخلفيه، بعض الالام ممكن يكون شد ممكن بتاع، فتعالى يا بيرسي تاو نعمل اشعه. اتعمل له الاشعه، نتيجه الاشعه كانت ايجابيه جدا، مفيش اي نوع من انواع الشد، لكن يبدو ان هو اجهاد عام عند بيرسي تاو، او بالتحديد يعني اكون دقيق قوي مفيش مزق، فاجهاد عام عند بيرسي تاو خلاص. فبالتالي بيرسي تاو كده اعتقد خارج مباراه خلاص الزاد اوكي، بس ممكن يكون موجود في ماتش ميديانا. والقصه بسيطه مفيش قلق خالص بخصوص اصابه ايه بيرسي تاو. دي كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالاصابات.